مثل ما تابعنا ضمن روزنامة الأيام، يعتبر 25 من تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، واليوم رح نسلط الضوء على هذا الموضوع ضمن مساحتنا القانونية ونعرف كيف نظر المشرع السوري لهالموضوع وتعامل مع العنف ضد المرأة، ولنسلط الضوء أكثر على أحد أشهر الاتفاقيات ضمن هالمجال، اتفاقية سيداو لعام 1979. هالأسئلة وغيرها من الاستفسارات رح نتعرف عليها مع الأستاذة المحامية رنا ديب. صباح الخير. صباح أستاذ. النور صباحك أستاذة. وصباحكم يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة صباح الإخبارية. الخير. خلينا بالبداية، بما أنه نحن عم نقول أنه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، القانون السوري اليوم ضمن كثير من البنود القانونية كيف حمى المرأة السورية من العنف، أو يمكن كيف عطاها تقدر تتجند نفسها من خلال هذا القانون؟ تمام. هلا بداية، المرأة السورية سواء إذا نظرنا لها كناحية قانونية، إذا نظرنا لها كحياة اجتماعية، المرأة السورية هي شخص فعال جدا في الحياة الاجتماعية في المجتمع. وأنا بس حابة أحكي فكرة صغيرة، يعني نحن بنستغل دائما المناسبات بنوجه بنسلط الضوء على قضايا المرأة، يعني بنوجه لها بعض الخطابات التحفيزية للمرأة. أنا برأيي إنه يعني أكثر شيء ممكن نقدمه للمرأة سواء باليوم محاربة العنف أو اليوم العالمي للمرأة، إنه شوي نبعد عن هي الخطابات التحفيزية اللي هي تليق بالأطفال أكثر مما تليق صحيح. في المرأة. يعني نحن الطفل بنحفزه بنورجيه إنه الحياة كثير منيحة وكثير يعني مفروشة بالورود، نحن بنستعمل بدون ما نلاحظ، يعني من مفردات لا بتحسي مفردات لأنه حسب البيئة تمام. والمحيط، يعني نحن بال 2017 ورغم ذلك بعد المرأة تعنف اليوم، يعني نحن ما بننكر دور المرأة السورية في جميع المجالات، يعني سوريا من أول البلاد اللي كان لها دور في جميع المجالات المرأة السورية، بس نحن عم نحكي أنه فعليا قانونيا قديش فيها تحسن حالها يعني هلأ اليوم. تمام. هلا هي معنفة المرأة أحيانا، ولكن المجتمع ممكن صحيح. أنه يكون هو يعنف المرأة. لا شك أنه المرأة تتعرض لضغوطات اجتماعية، ولكن يعني يسيء المجتمع للمرأة، والإساءة الأبشع أن تسيء المرأة لنفسها أيضا. أما إذا بدي أحكي عن نواحي قانونية، فالقانون السوري لم يعنف المرأة، لم يجحف بحق المرأة، مع العلم أنه في بعض الثغرات الموجودة في القانون السوري من الواجب أنه تسليط الضوء عليها، عسى أنه يصير في عنا تعديلات بالقانون السوري وبعض الثغرات، ولكن هذا ما بيعني أنه نحن نستخدم مصطلح كبير أنه القانون السوري ظلم المرأة السورية. في كثير من التعديلات حصلت في القانون السوري لصالح المرأة السورية، وفي بعض الفجوات وبعض الثغرات ما زالت موجودة نطالب بتعديلها، ولكن بشكل عام القانون السوري من أكثر القوانين العربية إنصافا للمرأة. المرأة السورية موجودة في البرلمان، المرأة السورية موجودة في كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا، هناك أكثر من 100 قاضية في سوريا، الآلاف من المحاميات السوريات صحيح. المرأة شغلت مناصب سياسية، هي نائب رئيس جمهورية، كانت رئيس مجلس سابقة الشعب. رئيسة مجلس الشعب. فيعني القانون السوري لم يجحف المرأة، ولكن هناك مثل ما تفضلتي بعض الثغرات هلأ بنحكي عنها تفصيلا ومنسلط الضوء على بعض الإشكاليات. نعم. يعني أستاذة، يمكن بحلقات سابقة أو بمواضيع أخرى كان في حديث أنه نحن عم نقدم اقتراحات لتعديل الدستور لإنصاف المرأة. خلينا نحكي شوي شو هي يمكن الأمثلة يلي قدمت أو يلي رشحت لتكون قيد الدراسة ليتعدل القانون. تمام. هلأ خليني أقول شو اللي تعدل، خلينا نحكي الإيجابيات أول، إنه كان في عنا أشياء صلتنا الضوء هو أيمة تتعدل أيمة الوقت، فتعدلت من سنوات، يعني هي مثلا أوكي. في عنا نحن موضوع سن الحضانة، كانت سابقا الحضانة يعني رفعوا سن الحضانة، صار بالنسبة للذكر 13 سنة وبالنسبة للصبية للفتاة 15 سنة، بالوقت اللي كانت فيه من سنوات إنه أقل من هيك بكثير. فهذا الشيء كان لصالح المرأة كونها هي الحاضنة الأهم والحاضنة الأكثر يعني ضرورة بحضانة أولادها. في عنا قانون التأمينات الاجتماعية تعدل كمان على الأغلب بال 2002 اللي سمح بتوريث المرأة لورثتها الشرعيين راتبها التقاعدي، من قبل ما كان فيه هيك. عنا قضية مهمة كثير، لما بصير في عنا حالة اعتداء على المرأة، حالة اغتصاب، كان سابقا عندما يقدم الشخص الفاعل بعقد قرانه على هذه المرأة يعني هي ضحية، أنه كان يعفى تماما من العقاب، أنه هو يعني صحيح. حاليا تعدل القانون وصار لا يعفى من العقاب، ولكن
يستفيد من عذر مخفف، يعني عذر مخفف انه هو بيتعاقب عقوبه حد الادنى سنتين، هذا طبعا في حال عقد قرانه على الضحيه، يعني بيعقد قرانه وبيتعاقب. تمام، على الرغم من عقد قرانه يتعاقب بعقوبه حد الادنى سنتين حبس، يخرج من الحبس ويمارس حياته الزوجيه مع الضحيه. هلا انا لي راي شخصي بهذا الموضوع، هلا بدي احكي عليه، بس خلينا نقول قانونا شو اللي صار. فهو بيستفيد من عذر مخفف اذا كمان حدث الانفصال، انفصال الفاعل عن ضحيته باقل من 5 سنوات، بيرجع يعاد محاكمته من اول وجديد، انه لانه هو بيكون بس عقد قرانه عليه ليهرب من العقوبه. هلا انا بدي اقول شغله، انه هذا القانون هو تعدل بشكل ايجابي، ولكن هذا التعديل بصراحه تعديل خجول، يعني انه انا انت صرتي مجبره انك انت تقبلي يعني تتجوزي حدا اغتصبك. هلا هو مو مجبره، ولكن هو بيصير بيقدم على الزواج لحتى يخفف عنه انصافها بالمجتمع اللي هو اساسا بيظلمها، يعني بينظر لك كانه هي مرتكبه جريمه، يعني هيدا القانون عم يحاول يحميها نوعا ما من نظره المجتمع لها، بس فعليا قديش هيدا القانون اليوم ينصف المراه؟ هلا يعني في بعض الجوانب ينصف، في بعض الجوانب لا ينصف. انا مثل هي الموضوع بالذات، انا رايي انه اكبر خطا انه الضحيه تقوم، يعني انه يعقد قرانها على الفاعل، على المجرم. يعني هي اكيد بوضع نفس، هذا شخص مجرم المفروض يتعاقب بكل الحالات، يعني ما المفروض حتى يستفيد من عذر مخفف. الصدمة النفسية يمكن ما تخليها تأخذ القرار الصح، يعني هيك، ولكن كخطوة، يعني كان فيما سبق يعفى تماما من العقاب، حاليا أنه يستفيد من عذر مخفف، فهي خطوة إيجابية ما فينا ننكرها، يعني كمان بالنسبة للقانون السوري. في موضوع مهم من التعديلات التي طرأت على القانون السوري، أنه عنا الأمومة، إجازة الأمومة، كانت إجازة الأمومة سابقا يعني 75 يوم لكل الأولاد، يعني سواء الولد الأول الثاني الثالث. هلا القانون السوري قال لا، إنه الولد الأول بيستفيد من 120 يوم إجازة أمومة، الولد الثاني من 90 يوم، بينما الولد الثالث من 75 يوم. طبعا في اعتبارات تحديد النسل لتحديد النسل، ولكن كناحية إيجابية إنه تعدل القانون، مثلا الولد الأول في فرق إنه 120 يوم، فزادت إجازة الأمومة. هي يعني أبرز التعديلات التي طرأت على القانون السوري فيما يخص المرأة. نعم. طيب خلينا نحكي، يمكن اليوم بال 2017 قديش فعليا بتلاقي انه المرأة عم تتعرض للعنف اليوم؟ يعني قديش نحن واصلين لمرحلة من التطور في المجتمعات، بس رغم ذلك المجتمع العربي يعتبر مجتمع محفظ، مو فقط المجتمع العربي، رغم كل التطور يمكن بالمجتمعات الغربية ما زالت المرأة تتعرض للعنف يوميا بشكل مستمر. يعني هذا الكلام فيه شيء من الصحة، أكيد تتعرض للعنف، بس أنا بقول إنه يعني حاليا المرأة يعني عم تاخذ دور فعال أكثر، والعنف تجاه المرأة ما عم يكون بهذا التضخيم اللي كنا نشوفه. ما عم نشوفه، نحن يوميا عم نسلط يعني الضوء على سيدات لهم دور بالمجتمع، يعني وعم نحكي عن أهمية وجودهم اليوم. بس نحن عم نحكي بالمجمل، بما إنه هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عم نحاول قد ما فينا نشرح إنه المرأة كيف هي تحمي نفسها، كيف هي تدافع عن نفسها ضمن مثل ما قلنا نظرة مجتمع مختلفة لإلها. هلا انا اللي عم لاحظه اكثر من انه وجود قوانين مجحفه او غير مجحفه، في عنا جهل بفهم القوانين. يعني الحقيقه في سيدات، انا هون بحب اوجه كلمه للسيدات، يعني انه هلا قلت قبل شوي انه الابشع انه المراه هي تعنف نفسها. كيف المراه بتعنف نفسها؟ يعني لحتى اشرح، انه اولا الجهل هو نوع من التعنيف. لما انا بكون في عندي قوانين بتحميني كسيده، وانا بحب احكي عن الانسان بشكل عام، ولكن بما انه اليوم حديث، يعني انا بكره انه اقول انه خلينا نحكي عن السيده المعنفه او السيده المظلومه، لانه بحس هون انا بكون عم بظلمها اكثر بهذا الخطاب. يعني عم نحكي عن جميع انواع العنف، يعني جسدي، لفظي، نفسي، جميع انواع العنف. فأسوأ انواع العنف هو الجهل، يعني جهل السيده بقوانين اللي بتحميها كسيده. انا عم شوف حالات بالمحكمه مثلا، خاصة بالمحكمة الشرعية، إنه سيدات ما عندها فكرة حتى عن آلية الانفصال مثلا. لما بيكون في عندها الحياة لا تطاق، حياتها مع زوجها، في عندها تعنيف خلينا نقول داخل المنزل، بيكون في عندها جهل بالقانون كيف بيحميها، كيف بتحصل على طلاقة قانونا، وهي بتتخيل أو مثل ما بيشرحوا لها اللي حواليها إنه الموضوع مستحيل، وفقط بإرادة الزوج، إنه طلاقك وانفصالك عن زوجك هو فقط بإرادة الزوج، وهي بتقتنع نتيجة إنه هي مانا مطلعة أو عندها جهل بالقانون. هون هي بتكون عم تساهم بتعنيف نفسها، مع العلم إنه القانون السوري
يعني بموضوع مثلا نفترض إشكالية الطلاق، كان هو يعني منصف للمرأة فيها تاخذ قرار طلاقها بالوقت اللي هي بتشوف انه في عندها استحالة بالحياة الزوجية، فيها ترفع دعوة لعلة التفريق. اكيد انا ما بشجع، بالعكس انا بقول انه الأسرة السورية، نحن أسرنا السورية معظمها أسر متماسكة، معظمها أسر بتحاول تحافظ على 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 هي العيلة، ولكن انا عم اقول كناحية قانونية انه يكون عندنا وعي بالقانون، ما في عندنا جهل بالقانون. لما المرأة بتتعرض لعنف جسدي فهي بتتخيل انه اذا تعرضت لعنف جسدي من زوجها فالقانون ما بينصفها، لا، هذا جهل بالقانون. حتى في بند مهم بالقانون سابقا كان فيها تتزوج وهي قاصر، هلا لا، اذا كانت قاصر يجب ان يكون معها ولي امر، ولي امر او وتخضع ايضا لسلطه القاضي التقديريه، لانه القاضي ممكن يشوف انه في عدم كفاءه. يعني من اهم بنود الزواج بالقانون السوري، واللي في ناس كثير على فكره بمجتمعنا ما بتعرفها، القاضي وقت بده يجي يعقد قرار نصبيه على شاب او فتاه قاصر على رجل مسن، ممكن هو بسلطته التقديريه يشوف انه هذا الزواج غير متكافئ فبيرفض عقد القرار تماما. فنحن عندنا انه القانون السوري يعني اذا بدي قارنه، اكيد في ثغرات، اكيد في فجوات، يعني في كذا نقطه انه بنقدر نحكي فيها كقانون سوري، ولكن اذا بدي احكي بالنسبه للقوانين العربيه فلا، القانون السوري خطى خطوات جباره الحقيقه مقارنه بالدول العربيه اللي لهلا في بعض الدول العربيه بتمنع قياده السياره للمراه، بتمنع وجود المراه في البرلمان، يعني باحدى الدول العربيه. نحن عندنا لا، بالعكس في بعض المظاهر، يعني نحن عندنا هيك وهيك استاذ، يعني خلينا في مظاهر سلبيه، بس انا حابه احكي كقانون، في مظاهر سلبيه اجتماعيه. صحيح. القانون ايضا في بعض الثغرات، مثلا موضوع الجنسيه، حابه احكي بموضوع الجنسيه، انه الام السوريه ما زالت في القانون السوري لا تمنح الجنسيه لأطفالها. هاي احدى الثغرات، مشان ما نقول انه نحن بس عم نشوف الوجه الايجابي، لا، نحن عم نكون نظرتنا موضوعيه. في ايجابيات لازم نحكي عنها، وفي سلبيات لازم نسلط الضوء عليها. صحيح استاذه، بس بعد اذنك خلينا ننتقل ونشوف تقرير مناهضه العنف ضد المراه بهيدا اليوم العالمي، وبنرجع نكمل حديثنا. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أعلن في يوم 25 من نوفمبر تشرين الثاني من كل عام كيوم للقضاء على مظاهر العنف ضد المرأة. في 17 من ديسمبر كانون الأول عام 1999 عدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حسب القرار 134/54، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية. فالنساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي، وختان الإناث، وأشكال أخرى متعددة للعنف، ويعتبر قياس حجم طبيعة المشكلة من الأمور التي يصعب تجميعها بدقة. أتى هذا التاريخ من عملية الاغتيال الوحشية في عام 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان عام 1961. كما يصدر سنوياً عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مقترحات لكيفية القضاء على العنف، وفي كل عام تختار الأمم المتحدة عنوان للحملة تهدف من خلاله إلى زيادة الوعي العام وتعبئة الناس في كل مكان لإحداث التغيير، وتبدأ تلك الحملة من 25 من تشرين الثاني إلى 10 من كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان. وموضوع الحملة لعام 2017 هو لن نخلف أحدا وراءنا لينتهي العنف ضد النساء والفتيات. أستاذة، كنا عم نحكي معك تحت الهواء قديش فعلاً المرأة كمان نقاش هي نقاش حاد، كنا عم نحكي قديش فعلاً المرأة هي كمان بتظلم نفسها. يعني القانون السوري يحمي المرأة في كثير من الأمور، في بعض الثغرات نحن ما فينا نتجاهلها، بس المرأة اليوم قديش فيها اليوم تكون مثل ما قالت ليا، كنا عم نحكي تحت الهواء، تكون جريئة تقدر فعلاً تدافع عن نفسها، لأنه أنت مثل ما قلتي يعني في عندك تعنيف لفظي، تعنيف نفسي، مو فقط جسدي، يعني من البيئة، من المجتمع، أحياناً من أهل. صحيح. نحن عندنا نظره كيف فيها هي تقدم، سوري، كيف فيها هي تروح لعند المحاميه تطلع على القانون، او هي تتجرأ انه هي تقدم بلاغ ضد حدا؟ يمكن هي الثقافه نحن ما عندنا اياها، هي الجرأه.
تمام. هلا انا حكيت بالشق الاول قد ايه في عنا ايجابيات في قانوننا السوري، بس حلو الواحد يكون موضوعي. خلينا نحكي شو عنا فجوات، مثالا اللي انت حكيتي لما المراه بتتعنف، بتتعنف من زوجها، بتتعنف، خلينا نحكي عن موضوع الزواج كزواج يعني، تمام، كرابطه زوجيه. بتتعنف المراه من زوجها سواء لفظيا سواء جسديا. تعال نشوف على حيز العملي، لما بدها تنزل هي على حيز العملي شو فيها تعمل هي لحتى تخلص من هذا العنف. هلا بالدرجه الاولى انا بحملها الى مسؤوليه، مسؤوليه عدم الجراه، عدم الجراه بطرح مشكلتها، الخوف من النظره الاجتماعيه للمراه المطلقه مثلا، الخوف من مثل ما قلت يمكن اهلها يمكن يكونوا هن اول الاشخاص اللي بيعنفوها لما يصير في عندها موضوع انفصال. او فهي مين بيتحمل تبعات هذا الموضوع؟ المراه بالدرجه الاولى. هلا في تبعات ثانيه هي ما لزن فيها، هي وجود بعض الاعراف الاجتماعيه وبعض القوانين. يعني نحن عندنا الناحيه الاقتصاديه، خلينا نحكي بصراحه، الناحيه الاقتصاديه عند المراه لما بيصير في عندنا انفصال كحقوق المترتبه على للمراه في حال حصول انفصال عن زوجها، هون في عندنا ثغره كبيره قانونا. يعني القانون بيقول لك انه بتاخذ مسكن شرعي ولكن في فتره العده، طيب بعد فتره العده الله معك ما عند اهلك، بلكي كانوا الاهل فعلا من الناس اللي هنا بيرفضوا هاي النظره، طيب هاي الزوجه اللي بيكون عندها اطفال وهي من حقها حضانه الاطفال، يعني لاحظي التناقض، انه من حقي حضانه الاطفال بس انا ما عندي مسكن لهدول الاطفال. مسكن شرعي نفقه في بعض الثغرات بالقانون السوري، تناول احدى المسلسلات السوريه تماما بند انه مثل ما قلتي المسكن الشرعي، مسكن الشرعي النفقه، كيف النفقه، كيف وحتى النفقه على نحن عم نحكي عن شيء عمره 30 و 35 سنه، يعني نحن من 7 سنين لهلا اختلفت المعيشه 20 ضعف، فكيف عم تحكي القانون نفسه؟ قانون من الثمانينات لليوم لما اقول لك انا بدك نفقتك باليوم 900 ليره، اليوم عم نحكي نحن بدك تصرفي 5000، فهي النفقه حسب القانون متاخذه عام 1900 اذا بنقول بالثمانينات، يعني صحيح. في فجوه كثير كبيره اليوم عم نحكي عنها. تماما. هي الفجوه اللي بيلعب جزء فيها القوانين القديمه اللي بحاجه لتعديل، وبيلعب دور فيها الوضع الاجتماعي اللي المراه بتتعاني منه بحال حصول انفصال او بحال حصول وضع اجتماعي معين. حتى يعني اذا بدك يعني قانون النفقه لهلا لساته نفسه مثل ما تفضلتي من كذا سنه، يعني هي بتقول لك بلاها احسن، لانه انا لما بدي انزل على المحكمه وبدي اتعب محامي وبدي بكفي التعب اللي بدي اتعبه لحتى اوصل كمان الروتين، انا ما بعرف الرقم الاساسي للولد، انا ما بعرف الرقم الاساسي بس بين ال 150 و 300 ليره يقال. يمكن هلا صار 800 ليره تقريبا، يعني تقريبا هلا هي بترجع لسلطه تقديريه للقاضي، لانه هو بياخذ بعين الاعتبار وضع الزوج اللي طلق زوجته، فاذا كان ميسور بيحكم له بنفقه اكثر نوعا ما من المعسر الحال، ولكن حتى اعلى حد للنفقه هو بالنسبه للوضع اللي نحن عايشين فيه هلا وبهذا الغلاء المعيشي هو بصراحه يعني ضعيف جدا. هاي احدى الثغرات، فالمراه بتفضل انه تبقى تحت رحمه لنفترض التعنيف او الظلم، مقابل انه هي حتواجه تعنيف اكبر، اهانات اكبر. نعم. هون في ثغره نحكي عنها. نعم. هلا برجع بقول انا بحب اكون هيك، برجع بقول هذا ما بيعني انه القانون السوري ما كان في بعض الجوانب، يعني هلا مثلا بالنسبه للحضانه، المراه حضانتها لطفلها من الاشياء اللي كثير بتهمها هلا بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، كان تحرم منه وهو صغير، يعني هلا صار انه لا بيبقى تحت حضانه امه. بقى عندنا نناقش المشكلات الاقتصاديه اللي بتعاني منها المراه، اللي هي انا برايي يعني هي أول مشكلة رقم واحد اللي بتواجه المرأة بالمجتمع، هي الاستقلال المادي، مع العلم أنه القانون السوري بيقول أنه للمرأة هي لها ذمة مالية مستقلة، في حال يعني بمعنى أنه في حال كانت المرأة عاملة فكل يعني كل أموالها فهي ذمتها الخاصة، ما هي من حق الرجل يعني، ولكن هون بيفرض عليها تكون عاملة، في حال ما كانت عاملة فهون بدنا نواجه بقى مشكلات اقتصادية مثل اللي حكيناها قبل شوي. نعم. تمام. أستاذي خلينا نحن نعطي مثال أو خلينا يمكن ننشر هيدا الوعي لحتى تخف هي الحالات بالمجتمع. إذا سيدة إجت لعند حضرتك هي عندها مشكلة معنفة، هي السيدة ولكن ما عندها الجرأة تقدم بلاغ، كيف انت بتحتضنيها؟ ما مع الماده لهي يمكن تدفع للمحامي وتدفع وهدول التفاصيل يلي هي بتشط وبتمط ويمكن بالاخير هي بتطلع خسرانه بسبب يمكن او يعني القوه الماديه او هي ما عندها ماده. خلينا نحكي ستيب باي ستيب، كيف انت بتحتضنيها؟ كيف بتخليها نفسيا ترتاح وتقدم البلاغ وتطلع على القانون لحتى تاخذ حقها 100%؟
هلا اول شيء الجرأة يعني عامل مطلوب، خاصه لما بتيجي السيده انه اخذ قرار نهائي بالانفصال ولكن ما عندها هي الجرأة. يعني انا بصراحه بقول انه دائما بقول انه الصلح سيد الاحكام. بحال اجت حاله مثل الحاله اللي ذكرتيها، معنفه جسديا طبعا، معنفه لفظيا، بحال استحالت الحياه الزوجيه بينها وبين زوجها، فانا اول شغله بقول انه تكب هي الاعراف والتقاليد تحطها على جنب وتبدا خطوه جديده بحياتها، تاخذ يعني بحق نفسها قرار جريء بانه انه تقدم بلاغ. هلا مرقت علي حالي انه سيده يعني لدرجه التشويه، يعني العنف الجسدي، الضرب اللي واقع عليها لدرجه التشويه، فهي اكيد ما بنصحها الا انه الصلح هو سيد الاحكام. يعني لا، ما الا انه الصلح سيد الاحكام، فبالعكس بتقدم معروض ل او يعني بلاغ للشرطه، بتاخذ حق، يحبس الزوج، بعدين بنرفع دعوه تفريق. هلا هون انا بدي اقول لك الوضع الاقتصادي بيلعب دور كبير، لانه احيانا بتقول لك انه انا ما بقدر حتى اني يفوت بهي القصه لانه وضعي الاقتصادي ما بيسمح. هون هون يعني المشكله الكتير كبيره، وهي مشكله اغلب النساء يمكن. تماما لهيك بتكون تحت وطأة الزوج، يعني مثل ما قالت ما راح يكون عندها الجرأة لانه تاخذ هيك قرار بسبب المشكله الاقتصاديه. هلا والله في بعض يعني هلا في بعض الفعاليات سلطت الضوء على هيك نوع من المشاكل وعالجتها بطريقه انه تعلم السيدات هلا اللي متعلمات وبيقدروا يكونوا بمجال عمل معين. في مراكز رعايه اساسا، بس في في مراكز مثل ما قلتي نور، في مراكز رعايه معينه حتى ممكن تعلم السيدات حرف معينه اذا كنا خارج الاطار الاكاديمي والتعليمي، فهي ممكن تعلمها صنعه معينه، حرفه معينه، ترجع الى هلا في مؤسسه مورد، خليني احكي عنها شوي. هي المؤسسه مهمتها او تعنى بتقديم قروض للسيدات لحتى يعملوا مثل مشاريع صغيره جدا، هي المشاريع ممكن تدر لهم يعني مكاسب ماليه، لو كانت المكاسب بسيطه في المرحله الاولى، ولكن هي المكاسب ممكن تكون خطوه لحتى هي تكون مستقله ماديا بالمستقبل وتقدر تكون يعني انه تقدر تكمل حياتها بطريقه فعاله وإيجابية بغنى عن الرجل أو أي شخص آخر في 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 الحياة. نعم. يعني موضوعنا كثير مهم والتوعية فيه كثير مهمة، ولازم المرأة يمكن تعرف شو إلها وشو عليها بالشكل الصحيح وبالشكل القانوني أيضا. أكيد نحن نتمنى ما حدا يسكت عن حقه، أكيد. وأكيد يعني لازم المظلوم هو يتجرأ، والمظلومة أي مظلومة لازم هي تتجرأ وتعمل خطوة لحتى تكون حياتها أحسن، مو مشان شان أولادها أيضا. طبعا. خلينا نقول بهي الطريقة. أستاذة رنا احنا كتير بدنا نتشكرك، والله يبعد العنف عن كل النساء. أكيد يا رب. شكرا كتير لك. المحامية رنا دي بدنا نتشكرك على وجودك معنا. مثل ما قلنا يمكن القانون السوري في كتير من البنود أنصف فيها المرأة، ولكن في كتير من الصغرات عم نحاول نسلط الضوء عليها. وقتنا خلص، فبدنا نتشكرك كتير لوجودك معنا. شكرا لكم.